مؤشرات مماثلة أو تجارب مماثلة مستقبلا لتنمية تمويل هذه الصناعة بطريقة إسلامية كذلك؟ نعم، في السنوات القادمة أتوقع في خلال 5 سنوات، من 5 ل 7 سنوات قادمين، الصناعة والاستثمار في مجال صناعة الحلال هيبقى فيها طفرة عالية جدا. بدليل ان سامي ابتدوا كبداية بعد فترة طويلة جدا من دخول صناعة الحلال منطقة الشرق الأوسط والمناطق الإسلامية. فسامي جت، نقدرش نقول إن هي جت متأخرة، لكن خطوة إيجابية، ونتمنى إن كل الدول وكل البنوك الإسلامية إنها تدخل في تمويل المشاريع، خاصة المعايير التي يتخذها سامي كذلك على حد